هل من الممكن أن يطول أمد هذه المعارك في السودان؟ أن نصل في النهاية إلى المعادلة الصفرية، لا يرضى أحد بما تم الوصول إليه؟ شكرا جزيلا لاستضافتي، أهلا بحضرتك. وتحية لكل ضيوفك وتحية لقناتكم. يعني من غير وجود هذه قناتكم وغيرها ما كان الناس ملايين السودانيين خارج السودان يتابعوا الحاصل في السودان، لأن المعلومات والأخبار عنه تقريبا كلها متناقضة في الفيسبوك وكذا. أترحم بشدة على أرواح من فقدناهم، وأتمنى رب سبحانه يتقبلهم، وأتمنى عاجل الشفاء لكل المرضى والمصابين، وأتمنى ربنا يطلق سراح المحبوسين الآن في بيوت وفي أماكن عمل وغيره. دي ظروف غاسية جدا يمر فيها السودان. الإجابة على سؤالك، ما أظن حنصل لمرحلة بتاعت موازنة صفرية من ناحية عسكرية، لأنه الغلبة حتكون للجيش السوداني من غير يعني أنا تابعت محللين سياسيين كتار سوري عسكريين متخصصين في الشؤون العسكرية، نعم، وكل الافتراضيات بتقول إنه الجيش السوداني غالبا يكون له الغلبة في النهاية، لأنه هو من ناحية عتاد أكبر، من ناحية جيش البلد وعنده مورال سبورت، يعني كل الشعب السوداني يتعاطف ويقف مع الجيش لأنه هذا جيش البلد. والحاجة الرابعة برضه، الجيش السوداني لا ننسى من زمن النظام السابق دخل معارك زي دي كثير مع الحركات المسلحة، ويعني عنده الخبرة والدراية بأن يتعامل مع الإشكالية الوحيدة العسكرية تفهم انه الدعم السريع متخصص بصوره اكبر في حرب العصابات وحرب المدن واشياء زي دي. نعم، معناته دي حتطيل من الفتره بتاعت انه يصل بيناتهم لحل يعني عسكري، لكن يصلوا يتصفروا صفريا ما اظن. لكن هنالك من يعرفون هذا الشان عسكريا افضل منه. طيب، لكن الاشياء ممكن تسرع بانهاء هذا الحل لكل شركاء السودان. ذكرت وانا متابع في القناه بتاعتكم دول كثيره، الرئيس الامارات السعوديه، وفي دول كثيره يعني لا تاسف على السودان ومن ضمنها امريكا وبريطانيا، انهم يمارسوا اقصى انواع الضغط على الحكومه السودانيه من رئيس الدوله ونائبه انهم يوقفوا هذا الحراك العسكري مباشره، لان احنا بنفقد ارواح كل ساعه. طيب، ما الذي تعنيه هنا يا سيد علام بكلمه يمارس الضغط؟ يعني فكره هنا ممارسه الضغط على طرفي الأزمة، كيف برأيك؟ والله إذا يعني أنا قابلت قبل كده المبعوث البريطاني للسودان، نعم، ولو جلست مع أو غرأت ما كان يحدث في الفترة الماضية من الأمم المتحدة ومن بريطانيا وأمريكا وغيرها والدول المشاركة في الحوار والصباغ الإطاري، تقدر تستغرب إنه فعلا عندهم دور في التأثير على الاثنين، لأنه في سيناريوهات كثيرة تحصل كانت أمام الشعب السوداني وكانت كلها أسئلة ما لها إجابات. يعني من ناحية أمريكا وبريطانيا والدول دي كلها بتتكلم عن الدعم السريع على أساس إنه شريك في مستقبل السودان، ومن ناحية ثانية برغم الظروف الصعبة اللي كان يمر بها السودان، الفريق البرهان وصل بريطانيا لحضور مراسيم دفن الملكة، والناس كانت مستغربة يعني كيف بريطانيا من ناحية وقف ضد الانقلاب العسكري وتفرش له الكارب في بريطانيا ويروح امريكا. يعني في اسئله من زمان كثيره متناقضه. مواقف الامم المتحده كلها ما واضحه، مواقف السفارات البريطانيه والامريكيه وغيرها يعني خلف الكواليس للاسف، بالرغم من انك تستغرب ماذا يحدث في السودان صعب جدا تفهم. والايادي خارج السودان التي تقوم بتحريك المسرح السوداني كل السودانيين يعني يغروا عليه. للأسف الشديد إنه هذه الآيات الخارجية بتتعاون معها يعني أحزاب كثيرة داخل السودان. طيب، الشعب السوداني عارف يعني أسف، لو تابعت كل القنوات من أمس ما بتعرف بالضبط إيش اللي حصل، مين صحيح. اللي ضرب مين. صحيح، ضرب وهذا هذا هذا هو السؤال يا سيد علام.